لبيغو اسباس. ضاعت الكره مره ثانيه لصالح عناصر سيلتا فيغو. با 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 جول. يا سلام عليك يا بيون سيستو، يفتح مجال الترجيل لسيلتا فيغو. سيلتا فيغو خداع وماكر، سيلتا فيغو خطير، سيلتا فيغو يصنع العجب ويتمكن من فتح مجال الترجيل عند الدقيقة 22. على لمسة واحدة خطأ في التفيت تمرير من لاعبي فريق برشلونة، استلمها في العمق سيستو وافتتح مجال الترجيل، يسجل أول أهداف هذا الموسم مع فريق سيلتا فيغو. جول للأزرق سماوي. يا تير شتيغن ماذا فعلت، ويا بوسكيتس ماذا فعلت. استلام واحد، تمريرة ثانية من أروع ما يكون هذه التمريرة من الدنماركي دانيال فاس. سيستو لا يضيع ولم يضيع، ويفتح مجال التسجيل تحت أرجل مارك أندري تير شتيغن. سيلتا فيغو جول، برشلونة نل. هدف يشعل المباراة من دون شك، سواء سجل من البارسا أو سجل من سيلتا فيغو. هو الهدف اللي كان ينقص هذه المباراة من أجل لويس سواريز، لم يتمكن من المرور هنا، والانطلاقة صعبة جدا من هناك عن طريق ياغو أسباس. أسباس 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 جول. ياغو 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 أسباس يضيف الهدف الثاني لبرشلونة بعد 7 دقائق منذ تسجيل الهدف الأول. الدقيقة 31، الأزرق السماوي في العلالي يصنع العجب أمام فريق برشلونة المتفوق بهدفين مقابل صفر. وينك يا ميسي، وينك يا إنيستا، ويا ماتشيرانو، ويا راكيتيتش، أين أنتم لإنقاذ البارسا اليوم؟ دخلنا الدقيقة 32، البارسا خسر ب2-0 أمام سيلتا فيغو بعد هذه الكرة الرائعة والضائعة من قبل لويس سواريز. لمسة واحدة، كرة واحدة خلف بوسكيتس، وكذلك المدافع جيرار بيكي تمكن ياغو أسباس من إيجاد المنفذ والطريق لتسديد هذه الكرة في الجهة اليسرى من مرمى تير شتيغن. جول ثاني لسيلتا فيغو أمام برشلونة. لم يطرح أي سؤال ياغو أسباس، استلم انطلق فتح لنفسه الطريق وسدد وسجل جول. هدفان لصفر لبرشلونه، عفوا لسيلتا فيغو امام فريق برشلونه في الملعب الرهيب بلايدوس. وانطلق مره ثانيه ياغو أسباس، وصلت مباشره لدانيال فاس، راح فاس يوصل فاس يبعد. با 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 جول 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 جول. سيلتا فيغو يسجل ومدافعو البارسا يسجلون ضد مرماهم، 3 أهداف في ظرف 10 دقائق. هل هذه برشلونة أم خطافي؟ هل هذا سيلتا فيغو أم الريال أم الأتليتيكو؟ 3-0 لم يفعلها لا الريال ولا الأتليتيكو بالبارسا. 3-0 في ظرف ربع ساعة لم يحدث من زمان على فريق برشلونة. يا لويس يا إنريكي، ماذا يحدث لك اليوم؟ في ظرف 10 دقائق هؤلاء تفوقوا على أولئك. سيلتا فيغو متفوقين على البارسا بالثلاثية. ما هذه الأخطاء المتتالية والرهيبة؟ من أين لك هذا ياغو أسباس؟ التمريرة من أروع ما يكون من دانيال فو. روعة روعة هذه التمريرة، من أروع ما يكون، مخيطة بالمليمتر. وتجيريمي ماتيو يسجل ضد مرماه. لم تكفيهم هموم سيلتا فيغو، زدتهم أنت يا جيريمي ماتيو. تسجل الثالث لفريق سيلتا فيغو. والكسري هدي في نفسه على خط التماس لياخذ مكانه، لم يكن موفقا في كل المباريات التي لعبها. جول جيرار بيكي يعيد الامان لبرشلونه. انيستا الرسام رسم كرة من اروع ما يكون لجيرار بيكي فوق راسه، وياتي الهدف الاول لبرشلونه. هدف اول يعيدنا الى المباراة شوية، هدف اول يعيد الامل الى عناصر فريق برشلونه من جيرار بيكي. اللعبة كم كانت رائعة يا انيستا. بيكي يسبق الحارس ويسجل اول هدف هذا الموسم. جول لبرشلونه عند الدقيقة 13 من عمر هذا الشوط الثاني. 3-1 صارت النتيجة لسيلتا فيغو أمام البارسا. هل البارسا اللي عادت أم سيلتا فيغو اللي تراجعت أم كلاهما؟ المهم أن البارسا بذل مجهود كبير جدا. نعم سيرجيو بوسكيتس، اللعبة ممتازة. ضربة جزاء،
ضرب جزاء يقول حكم المباراة لصالح البرتغالي أندري غوميز، والبطاقة الصفراء ليوغو مايو. كرة القدم فيها العجب، كرة القدم غريبة وعجيبة، وفريق برشلونة يعود في ظرف كذلك 17 دقيقة. يعود فريق برشلونة منذ انطلاقة الشوط الثاني بعدما سجل هدفه الأول. إيغو مايو يتلقى البطاقة الصفراء على هذا المسك، نعم كان فيه مسك من قبل وسط الميدان الرضوية، وعرقل كذلك من المدافع مايو. ضرب الجزاء صحيحة وصريحة صفرها حكم المباراة لصالح فريق برشلونة. بعد 3-0 صارت 3-1، بعد 3-1 هل تصبح 3-2؟ إذا ضيعتها يا نيمار سيخسر البارسا، أما إذا سجلتها فسنشهد نهاية مباراة رائعة ومثيرة. خلينا نشهد مباراة نهايتها رائعة ومثيرة. بادي القطق على نيمار، كان قلق جدا نيمار منذ انطلاقة المباراة. هل سيضيع نيمار؟ نيمار وجول! البراعة والأناقة وبرودة الأعصاب عند نيمار تسمح له بإضافة الهدف الثاني لفريق برشلونة والهدف الرابع لنيمار منذ انطلاقة الموسم. صارت النتيجة 3-2 لسيلتا فيغو أمام فريق برشلونة. 3-0 لسيلتا في الشوط الأول، هل سنشهد 3-0 للبارسا في الشوط الثاني؟ البارسا في واحدة من أسوأ مبارياتها، يعني واحدة من أسوأ أشواطها، خليني نقول ليس في أسوأ مبارياتها، لأن البارسا في هذه العشرين دقيقة. هناك جوردي ألبا في التغطية، رجعت للخلف في انتظار التغييرات التي سيحدثها مدرب. أوبا با 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 جول! تيرشتيغن ما لم يكن يتوقعه أحد يحدث. كنا نتوقع عودة البارسا على الأقل لتعديل النتيجة، ليأتي الهدف الرابع لسيلتا فيغو. تيرشتيغن ماذا أصابك هذه الليلة؟ ماذا أصابك لكي تخطئ مثل هذا الخطأ تيرشتيغن؟ في برشلونة لا نرتكب أخطاء بهذا الشكل، في برشلونة لا نتلقى 4 أهداف، في برشلونة لا نخسر بالأربعة، ولكن الحدث وقع. 4-2 صارت النتيجة، هدية من السماء للاعبي فريق سيلتا فيغو، منحها لهم تيرشتيغن الحارس الألماني. تيرشتيغن يمنح الفريق سيلتا فيغو هدفا رابعا قاتلا، نعم هدف رابع قاتل. يا سلام، صارت النتيجة 4-2 من دون أي مجهود للاعبي فريق سيلتا فيغو. يحدث هذا الأمر وسجل بابلو هرنانديز هدفه الأول هذا الموسم بعدما ضربت في رأسه الكرة ودخلت من هدي. دياغو اسباس مع ديني سواريز، وياغو اسويس، ديني سواريز يرفع القائمة ثاني. جول! جول! بيكي يسجل ثنائي. يا سلام، عند الدقيقة 87 من عمر المباراة بيكي ينتفض والبارسا تنتفض. 4-3 صارت النتيجة إلى غاية آخر رمق وإلى غاية آخر نفس. يقول الكاتالونيون بأنهم سيصمدون مثلما صمد في هذه الكرة دوني سواريز، توغل وصمد أمام كل شيء في اتجاه بيكي الذي يسجل الهدف الثالث لبرشلونة. 4-3 صارت النتيجة، 3 دقائق ستكون مثيرة دون شك، الأخيرة من عمر هذه المباراة رغم دخول جوني كاسترو.